Salam alaikum. Deux exercice 13. Soit un transformateur YT400-230 volts, 50 Hz, avec une puissance apparente nominale égale à 6100 volts ampères. La première question, déterminer l'indice horaire de ce transformateur à partir des essais conformes à la méthode des électriciens CRT. Donc, la méthode des électriciens, c'est une méthode pratique. Qu'est-ce déterminer l'indice horaire de la transformateur. Voilà. Donc, on va relier les bornes A via le transformateur. Donc, A majuscule telle primaire, radiale à la borne A minuscule telle secondaire. Et on relève les tensions suivantes. Voilà. Donc, on dit la plaque à borne, il y a dit. Donc, on a ouvert déjà, on dira, relier les bornes A, t'as le transformateur. Donc, A majuscule, rabtoha ma la A minuscule. علاش كنرليو هذا الا ماجيسكيل مع الا مينيسكيل دونك باش يكون عندي واحد بوتونسيال كومان ما بين البريمير والسكوندير حيت في لي ميزور الا لاحظتوا غادي ناخذوا دي ميزور حتى ما بين البريمير والسكوندير لاحظوا هنايا يو بي ماجيسكيل سي مينيسكيل دونك بي هذه راهي تاع البريمير و سي هذه تاع السكوندير سي بون دونك باش ممكن انك تاخذ دي ميزور ما بين البريمير والسكوندير جينيرالمون ترانسفورماتور البريمير كيكون معزول على السكوندير دونك بيناتهم غير لو شو مانيتيك دونك باش ممكن انه نديرو لي ميزور ما بين البريمير والسكوندير دونك ضروري يكون عندي واحد البوتونسيال كومان تكون عندي واحد لا ليزون فيزيك ما بين البريمير والسكوندير وهادشي اللي درناه في هاد لا ليزون ديال لي بورن ا ديال الترانسفورماتور ا ماجيسكول مع الا مينيسكول دونك وخدينا لي ميزور ديالنا اولا عندي يو ا بي ايغال ا يو بي سي ايغال ا يو سي ا فيها 76 فولت دونك هادو بالنسبه لي طونسيون كومبوزي ديال بريمير دونك عندي يو ا بي ايغال ا يو بي سي ايغال ا يو سي ا ايغال 76 فولت فوالا كذلك عندي يو بي سي دونك هنايا خصنا نديرو اتونسيون ما بين المينيسكول ماجيسكول دونك على ماجيسكول كتعني البريمير ومينيسكول كتعني السكوندير دونك يو بي سي دونك هنايا بي ماجيسكول سي مينيسكول ايغالا يو سي سي ايغالا يو بي بي دونك يو بي سي يو بي سي دونك ما بين لا فاز بي بريمير و لا فاز سي سكوندير ايغالا يو C, mais bien la phase C primaire ou la phase C secondaire égale à U égale à UBB, mais bien la phase B primaire ou la phase B secondaire égale à 117 volts. Donc, à deux des mesures pratiques, leader Nahum. Après, on dit UCB égale à 87 volts. Donc, UCB. UCB. Mais bien, la phase C majuscule, yani primaire, et la phase B minuscule, yani secondaire, on dit 87 volts. Voilà. Donc, à partir de les mesures, donc, on peut déterminer l'indice horaire de le transformateur. دونك اول حاجه غادي ناخذ الدياغرام ديالنا دونك هنا غادي نستعملوا شويه ديال الهندسه دونك دائما كناخذوا لوريجين ديال لي فاز هما لي طونسيون ديال بريمير او ماجيسكول ا و بي و سي دابا بويسكو درت la liaison d'iel mabin a majuscule ou a minuscule donc le point a minuscule ou le point a majuscule on tabqin وبالتالي هاد لو بوين هادي هاد لو بوين a majuscule راه هي نفسها ال a minuscule بحيث دابا راهم طابقين راهم رولي C'est bon? Voilà. D'abord, j'ai analysé les mesures. Donc, je vais analyser UAB, UBC, UCA. Donc, c'est 70 volts.
ما هي الا لي طونسيون كومبوزي ديال البريمير، يعني الاضلاع نتاع هذا المثلث، يعني المسافه اللي كاينه ما بين ا و بي ماجيسكول، ما بين بي و سي ماجيسكول، وما بين سي و ا ماجيسكول. دونك هذه المسافات هذو تاع هذا الاضلاع تاع المثلث متساوي الاضلاع. ممكن اننا نستعمل واحد السلم، دونك جينيرالمون اختار واحد ليشيل لي باش يجينا الرسم واضح. دونك باش نحولو الفولت يعني للسنتيمتر. دابا نجي اناليزيو لي ريزولتا اللي عندي في هذه الحاله. دونك عندي يو بي سي ايغال ا يو سي سي، دونك يو بي سي دونك بي ماجيسكول و سي مينوسكول شنو كتساوي؟ يو سي 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 ماجيسكول و سي مينوسكول. دابا بي ماجيسكول و سي ماجيسكول فين هما؟ هما هاد البي ماجيسكول و سي ماجيسكول، دونك هما هاد. دابا المسافه اللي كتبعد بها سي مينوسكول دونك يو بي سي و يو سي سي، المسافه اللي كتبعد بها سي مينوسكول على بي وكتبعد بها على سي ماجيسكول هي نفسها 117 فولت. سيتادير ان سي مينوسكول فاش غادي نبوانتيوها وتكون المسافه اللي بينها وبين بي ماجيسكول وما بينها وبين سي ماجيسكول تكون متساويه، خاصها تنتمي لا ميديان او الوسط نتاع القطعه بي سي. سيتادير ان سي مينوسكول فين خصها تجيني؟ خصها تجيني على هاد على هذا المستقيم، هذا اللي غادي نرسمو دابا. دونك هذا المستقيم، هذا المستقيم هو الوسط نتاع او لا ميديان نتاع القطعه بي سي. علاش؟ لان السي مينوسكيل قلنا كتبعد بنفس المسافه على بي ماجيسكيل وعلى سي ماجيسكيل. هادشي اللي معطي عندي هنايا في لي ميزور U B majuscule C minuscule كتساوي U C majuscule C minuscule اللي هي 117 فولت. دابا 117 فولت على حساب لي شال اللي تاخد غادي تحولو للسنتيمتر. وهنايا فاش غادي تجي تبوانتي السي ديالك على هاد لا ميديان هاد الوسيط هذا، هنا عندنا زوج ديال الاحتمالات. سوا السي غادي تجيني من تحت، يعني سوا السي يعني كنتكلمو هنايا على السي مينوسكول، سوا غادي تجيني لتحت سوا غادي تجيني الفوق. دابا الى سي كانت لتحت، لاحظوا معايا الى كانت سي لتحت، شوفوا لا طونسيون يو ا سي. دابا هاد الا هادي ماجيسكول راه هي ا مينوسكول، وبالتالي هاد الا مينوسكول حتى للسي مينوسكول غادي تعطيني واحد لا طونسيون لي كبير، ستادير غادي يكون عندك واحد لا طونسيون يو ا سي في السكوندير كبير. وهذا متناقض مع لو فات ان هاد لو ترانسفورماتور راه ابيسور، دونك ما يمكنش ان لي طونسيون سكوندير يكونوا كبارين على طونسيون بريمير. دونك وبالتالي شنو غادي نفهم؟ ان السي ما غاديش تجيني في هاد لو كوتي يعني لتحت. دونك السي فين غادي ناخذها الفوق. دونك السي غادي ناخذوها الفوق. دونك كتفتح البيركار، دونك هنا كتكلموا على سي مينوسكول، كتفتح البيركار ديالك وكتبوانتي ديك المسافه اللي كتمثل لك 117 فولت اللي غادي تكون بعيده عليها سي مينوسكول على بي ماجيسكول وعلى سي ماجيسكول. دونك تراسي بوان ديالك سي فهاد لا ميديان هذا فهاد المستقيم. دابا هي عندي الا وهي عندي السي، بقى لينا بي. الوغ بي مينوسكول لاحظوا معايا عندي يو بي بي، المسافه اللي كتبعد بها بي ماجيسكول على بي مينوسكول هي 117 فولت، هي نفس المسافه اللي كتبعد بها على سي. دونك ممكن هنا يكون انتراسي واحد الا بغينا واحد القوس، دونك هنا نقدر ناخذ واحد القوس على هذا الشكل، واحد القوس. من بعد غادي نجي نشوف يو سي بي، سي ماجيسكول و بي مينوسكول 87 فولت. دونك 87 فولت 87 فولت، دونك نحولها لسنتيمتر ونفتح البركار وندير ليبرا تاع البركار على سي ماجيسكول وندير قوس اللي غادي يمثل ليا الطول نتاع 87 فولت. دونك ندير واحد القوس اخر غادي يجينا،
دونك سي غادي تجينا على هذا الشكل هذا، عفوا بي غادي تجينا على هذا. ونبوانتيو البوان ديالنا البي، البي مينيسكيل هنايا. وبالتالي دونك هنا غادي يكون عندي المثلث اللي كيمثل لي لي فاز ديال السكوندير. دونك غادي يكون هو هذا، فوالا. دونك عندي الا، لان كان الهدف شنو هو؟ هو البوانتي والا و بي و سي مينيسكول تاع السكوندير باش يبان لنا لاندي سوري. دابا لاندي سوري باش غادي نجبدو، اول حاجه غادي نمشي نشوف السونتر، السونتر اللي كيمثل لو نوتر ديال ديال السكوندير. السونتر هو هذا، هذا هو السونتر ان. دونك لا تونسيون في ان مينيسكول هي هذه. انا ما رسم، ما رانيش رسم داكشي هو هذاك. دونك باش ترسم تستعمل بيركارو مسطره وتاخد واحد ليشيل يعني مزيان، دونك غادي يخرج لك داكشي هو هذاك. دونك عندي هاد الفيكتور، هادي اللي تراسيطها هنايا دابا هي اللي كتبدل في ا ان. دابا هاد في ا ان فين غادي تبوينتي ليا؟ لاحظوا معايا، مع ملي راهي متوازيه راهي تبوينتي. دونك الا درنا لها الازاحه، ها هي غادي ناخذها هنايا، دونك غادي ندير لها ازاحه، هي هادي هي هدف هذه اللي بالزرق الازاحه تاعها. دونك هنايا فين لاندي صوره 5، دونك لاندي صوره اللي عندي هنايا اش 5. علاش 5؟ لان عندنا الزيرو هو هذا، الواحد، زوج، ثلاثة، أربعة، دونك هذه 5. دونك الاش لاندي صوره اي اش ايغالا 5. هادي كتسمى لا ميثود دي زيليكتريسي. دونك كانت بازاو غير على لي ميزور تاع لي فالور ايفيكاس، لان جينيرالمون اون الكترو تكنيك كنستعملو دي فولت ميت اللي كيافيشيو ليا لي فالور ايفيكاس. دونك فاش كتجي تتكلم على لانديسورير، لانديسورير واحد القيمه اللي عندها علاقه بلا فالور انستونتاني، يعني كتكلم هنا على الديفازاج، وبالتالي الفولت ميتر اون ريجيم الترناتيف ما كيعطيناش هاد المعطات هذا. دونك كنستعمل كنديرو هاد المانوف ونديرو دي ميزور، ومنهم كنستنتجو لاندي سورير ديال لو ترانسفورماتور. دابا فوتو لا دوزيام كيستيون، قال لك اون ايفيكتوي لي زيسي سويفون. افيد عندي U1 ايغال 400 فولت تونسيون بريمير كومبوزي بيان سور، U2-0 هذا لا تونسيون كومبوزي سكوندير à vide égale à 238 volts et la puissance absorbée à vide égale à 80 watts. On essaie en court-circuit avec un courant normalement on a mis un I2CC, donc là il y a I2CC, courant de court-circuit débité par le secondaire égale à le courant nominal dial le transformateur yani secondaire avec une tension réduite U1CC اللي غادي نالمونتيو بها لو ترانسفورماتور في البريمير ايغال 18 فولت اي لا بويسونس ابسوربي في هاد لي سي هذا ايغال 120 وات. فوالا لا بويسونس دو كورت سير. كذلك هنا عطاوني حتى اون شارج، دونك هنا ما قالوليش اون شارج نومينال، وبالتالي ما غاديش يكون عندي الحق نخدم يعني بالمعطيات نتاع نومينال بحال اي 2 زد. Donc, on a en charge quelconque avec un facteur de puissance égal à 0,8 arrière. C'est une charge inductive. On a U2, la tension en charge égale à 230 volts pour un courant quelconque I2. Donc, voilà. D'abord, il faut la première question, petit a, donner le schéma monophasé équivalent et déterminer les paramètres du secondaire. Voilà. دونك بالنسبة لو شيما مونوفازي ايكيفالونت كنا تكلمنا عليه ديجا في الدرس. دونك هو هذا، دونك لو شيما مونوفازي ايكيفالون، دونك بحال تقريبا في لو كان تاع لو ترانسفورماتور مونوفازي. اي شنو هو في لو رابور دو ترانسفورماسيون
خصنا ناخذ بالاعتبار ان لي طونسيون سيكوندير اي بريمير راه ماشي بالضروره غادي يكونوا اون فاز. دونك بيناتهم هاد لو ديفازاج اللي كيديروا ليا لانديس اورال. دونك لو رابور دو ترانسفورماسيون فيه الام اللي كيمثل لو رابور تاع لي طونسيون ايفيكاس ميتيبلي فوا هاد لو نومبر كومبلكس اكسبونونسيال موان جي اش اش شنو هي لانديس اورال فوا 30 دوغري. دونك دائما كان ديبلاصا في لو سونس اورير بالنسبه لا طونسيون افيد سكوندير بارابور هنا بارابور لا طونسيون بريمير. كذلك في الموديل مونوفازي ايكيفالون ديال ان ترانسفورماتور تري فازي كنخدموا ما بين دائما لي طونسيون سامبل دونك ما بين عندي لا بورن ا و لو نوتر. وهنا كنخدموا غير بلا بلاكابون يعني ما بين الا والنوتر ماشي بالضروره غادي يكون ان نورمالمون ديال لو ترانسفورماتور تري فازي. اتونسيون هنا كان ريزوني غير بلا بلا كابون. دونك لو شي بالنسبه للسكوندير كان ريزوني بلا بلا كابون ما بين لا بورن ا مينيسكول و النودر، وبالنسبه للبريمير ما بين ا ماجيسكول و النودر. فوالا دونك ما بين ا ماجيسكول و النودر وما بين ا مينيسكول و النودر هنايا ماشي بالضروره يكون عندي ان نورمال، ممكن يكون اون نورمال وممكن ممكن لا سي بون. فوالا دونك لي كورون كيكونوا دائما هما لي كورون ديال لا لي ou les tensions qui sont dائما les tensions simples. Alors, donc, c'est le modèle équivalent d'un transformateur, le modèle monophasé équivalent d'un transformateur triphasé. Après, il détermine les paramètres d'un secondaire. Donc, il y a qui est le LH, qui est le RS ou le XS. Alors, pour le RS, nous avons بليسي اون كور سيركوي حيت كنعرفوا ان لا بويسونس ابسوربي في ليسي اون كور سيركوي كتكون كامله كتمثل لي بيرت جول. دونك كيكونوا فيها واحد النصيب تاع لي بيرت فير لي نيجليجا بارابور لي بيرت جول. دونك هاد بي سي سي كامله دي بيرت جول. دونك شكون اللي مسؤول هنايا على لي بيرت جول هي الار اس. دونك ابارتي من ليسي دو كور سيركوي دونك شنو غادي يكون عندي بي سي سي شنو غادي تساوي لينا تساوي لينا. دونك هنايا عندي ار لو كورون لو كورون اللي غادي ديبيتا في لي سي اون كور سيركوي لو كورون دو كور سيركوي سيكوندير ايغال ا اي دوزان. الحاله دابا غادي تساوي لينا 3 فوا ار اس فوا اي دو سي سي او كاري. الوغ علاش درت 3 حيت ما نساوش بالله رانا خدامين على لو شيما مونوفازي ايكيفالون. دونك هذا ماشي ان ترانسفورماتور مونوفازي، هذا ستار ترانسفورماتور تري فازي. دونك حنايا كنخدمو على لو موديل مونوفازي ايكيفالون. دونك وبالتالي خصني نضرب في 3 حيت عندي ترانسفورماتور في الاصل على ترانسفورماتور تري فازي. دونك الار اس شنو غادي تساوي لينا؟ ار اس غادي تساوي لينا بي سي سي سور 3 I de CC au carré. Voilà. Alors, I de CC, I de CC, c'est I de nominal. I de CC, il y a I de nominal. Or, I de CC, il y a I de nominal. Donc, I de CC, je ne sais pas. اي دو نومينال غادي نجبدها بالاس ان. عندي لا بويسونس ابارونت نومينال اس ان على ياش عطاوني لا طونسيون نومينال شنو هو 230 فولت. دونك اس ان على راسين 3 يو ان. دائما ما خصنيش ننسى راسي انني خدام في تري فازي. Donc la puissance apparente, c'est racine de 3, la tension composée fois le courant de 2 lignes. Donc I de CC, d'abord je vais vous dire via I de CC. Le calcul de la principale SN, on est via 6100. Donc on dit 6100. ديفيزي على راسين 3 ايغال
ديفيزي على U1 اللي هي 230. دونك عطاتني 15.31 امبير. دونك 15.31 امبير، هادي الكورون دو كور سيركوي سكوندير اللي قلنا كيساوي لو كورون سكوندير نومينال. دابا نكملوا الكالكول ديالنا باش نلقاو الار اس اللي غادي قلنا تساوي البي سي سي اللي هي 120 واط. دونك عندي 120 واط قسموها على ياش، على 3 فوا 15.31. دونك شحال تعطيني؟ تعطيني 2.61 اوم. نتأكدو. دونك كنا عندي بي سي سي 120. فوالا دونك مرفعتش اوكاري، داكشي علاش جاتني لا ريزيستونس كبيرة. داكشي علاش مزيان خص تكون عارف لي زوردر دو كروندور باش ما ت الى وقع شي خطا. دونك ريزيستونس جينيرالمون خصها تكون صغيره باش ما يكونش عندي لي بير ديول، حيت الترانسفورماتور عنده ان بون روندومون. دونك بي سي سي كنا عندي 120 نديفيزيوها على ياش، على 3 فوا اي 2 سي سي هي 15.31 او كاري، عندي 0.17 اوم. دونك هادي بالنسبة للار اس. دابا ندوزو للاكس اس. الو الاكس اس شنو هي؟ دونك نفس العلاقات اللي كنا نخدمو بهم في المونوفازي، ونديرو اتونسيون حيت رانا خدامين في تريفازي. دابا كتساوي اكس اس كتساوي شنو؟ كتساوي ام في ان سي سي سور اي دو سي سي لو تو au carré moins RS au carré égale racine. Donc la racine de la monophase d'abord racine d'abord le V1CC raha hiya hiya U1CC sur racine 3 hit huma atil li hnaya plissé en court circuit U1CC la tension composée réduite li drna bih lissé en court circuit. دونك شنو غترجع لي في العلاقة؟ ام U1 CC سور راسين 3 I2 CC لو تو او كاري موان RS او كاري. شنو درت؟ عوضت في ان سي سي، عوضتها ب U1 CC سور راسين 3. باقي ليا الام ما حسبناش، نحسبوه فيت في اور ام. شنو كيساوي الام؟ الام كيساوي لا طونسيون سكوندير ا فيت اي دو زيرو على لا طونسيون نومينال بريمير U1 اللي هو 400. ماشي ما نخدوش 230 حيت 230 هذا طونسيون سكوندير نومينال، يعني اون شارج، اون شارج نومينال. دابا نخدمو طونسيون افي. دونك اور ام كتساوي اي 2 0 سور يو 1 اللي غادي تساوي لينا يو 2 0 قلنا عندي فيها 238 و يو 1 عندي فيها 400. دونك 238 ديفيزي على 400 تعطيني 0.595 0.595. هادي بالنسبة لو رابور دابا نديرو الكالكول ديالنا بالنسبة ل اكس اس. دونك ام عندي فيها 0.595 نضربوها في يو ان سي سي اللي فيها فيها شحال عندي فيها؟ عندي 18 فولت. دونك مضروبة في 18 ايكال نقسموها على راسين 3
قسموها كذلك على اي دو سي سي اللي فيها 15.31 ايجار، وهذا الشيء خصنا نديروه خصنا نديروه او كاري. ايكال الموان ار اس، شحال لقينا في الار اس؟ لقينا فيها 0.17، دونك نقيس 0.17 او كاري ايكال، وهذا الشيء نديرو له الراسين، دونك عندي 0.36 اوم. دونك هذه بالنسبة اكس اس 0.36 اوم. نفوتو لا كيستيون اللي من بعدها. ابري قال لك كالكولي لو كورون اي 2، فوالا لو كورون اي 2 اللي قال لك في ليسي اون شارج فاش عطانا ان تونسيون سيكوندير ايغال ا 230 فولت افيك ان كوست في ايغال ا 08. دونك لقاو لو كورون اي 2 ساشون ان هاد لا شارج باش يبدارو بالضروره هي لا شارج نومينال، دونك ما غاديش ناخذو اي 2 هي اي 2 زان. سي بون، دابا هنايا عطاوني لا طونسيون اون شارج اللي هو 230 فولت، دونك ممكن اننا نخدمو بديك لا فورمول ابروشي نتاع اللي كنحسبو بها لا شوت دو طونسيون. دونك لا شوت دو طونسيون في تري فازي، لاحظوا معايا لا شوت دو طونسيون دلتا اي 2 شنو كتساوي؟ كتساوي اي 2 0 طونسيون سيكوندير كومبوزي افيد موان موان اي 2. دونك هادي شحال فيها؟ فيها اي 2 0 عندي فيها 238 ناقص اي 2 اللي هي 230، دونك هنايا عندي اون شوت دو طونسيون ديال 8 فولت. دونك في لا فورمول ابروشي دلتا اي 2 اللي عندي فيها 8 فولت شنو هي؟ في لا فورمول ابروشي هي راسين دو 3 فوا ار اس فوا كوس في plus xs fois sinus phi fois i2. Donc هادشي شرحناه في الدرس. دونك كدير لا شوت دو طونسيون فاش خدينا الموديل مونوفازي ايكيفالون، كنخدمو لا شوت دو طونسيون بحال في ترانسفورماتور مونوفازي ولكن على طونسيون سام. دابا هنا في ترانسفورماتور تري فازي كنتكلمو على لي طونسيون كومبوزي، دونك خصني داك لا شوت دو طونسيون سامبل نضربها في راسين دو 3 باش ترجع لي شوت دو طونسيون كومبوزي. دونك باش نرجعو لا شوت دو طونسيون سامبل نرجعوها شوت دو طونسيون كومبوزي، خصنا هاد اكسبريسيون هادي نضربوها في راسين دو 3، وبالتالي اي 2 شنو غادي تساوي لينا؟ هي دلتا اي 2 دلتا او 2 سور racine de 3 fois RS cos phi plus XS sinus phi. Voilà. Donc, on dirait l'application numérique. Donc, on a delta U2 en différence de 8 volts divisé par RS. RS en différence de 8 volts. RS. RS voilà qu'il a fait à 0,17. Donc 0,17 cos phi li huwa 0,8 plus XS li hiya 0,36 fois sinus phi ghadi ykon huwa 0,6 ila kan cos égal à 0,8 charge inductive sinus ghadi ykon huwa 0,06. Donc qsimna ala yani ala had la chute. دابا يلا قسمنا على غير تاع السامبل، دونك ونزيد نقسم على راسين دو 3 عطاتني 13.12 امبير. دونك اي 2 في الحالة 13.12 امبير. فوالا، دونك هذا كان لا كيستيون بيتي بي. ابري بيتي سي قال لك كالكولي لو روندومون اون شارج، يعني هاد لا شارج هادي
alors le rendement en charge. Donc je leur ai dit c'est Widina. La formule, il y a la puissance utile, elle est en charge, la puissance active qui est fournie à le transformateur la charge, il y a racine de 3 U2 I2 cos phi. ما ننساوش دائما ما ننساوش اننا خدامين في تري فازي في ترانسفورماتور تري فازي سير على عليها هي بعدا راسين دو 3 اي 2 اي 2 كوس في ونزيدو لي بيرت الوغ لي بيرت اللي غادي نزيدو هما لي بيرت فير الوغ لاحظوا معايا لي بيرت فير هما لي بويسونس ابسوربي افيد محيت ان دابا في اون شارج راني اليمونتي بطونسيون نومينال في بريمير دونك هاد لا بويسونس ابسوربي افيد عندها علاقه او لي بيرت فير عندهم علاقه غير بلا تونسيون بريمير وبالتالي بويسكو لا تونسيون بريمير ما تبدلش دونك غادي يكون ناخذ هاد القيمه هادي كوم بيرت فير فوالا دونك بلوس بي 0 بي 0 بلوس لي بير جور دابا هادو لي بير فير لي بير جور لي بير جور هما اللي عندهم علاقه بالار اس دونك بلوس 3 فوا لان راني في تري فازي ار اس دابا في اي 2 او كاري اتونسيون هنايا تمشي دير بي سي سي ما غاديش دير بي سي سي يعني ما غاديش دير لي بير دو كور سيركوي كما كنا علاش كنت غادي ندير بي سي سي لو كان كانت هاد الاي 2 هادي هي اي 2 نومينال اللي هي اي 2 سي سي واخا دابا عندي هنايا اي 2 نومينال كنا لقينا فيها 15.30 اي 2 دابا عندي فيها 13 دونك اي 2 مختلفه على اي 2 نومينال دونك خصني نحسبها من جديد دونك سهل تحسب واضح دابا نحسبوا لو روندومو ديالنا دونك نديرو لابليكاسيون نيميريك دونك عندي راسين دو 3 دونك عندي اولا عندي U2 اللي فيها 230 دونك 230 فوا اي 2 شنو كان لقينا في اي 2 لقينا فيها 13.12 في 13.12 مضروبة في كوس في اللي هو 0.8 مضروبة في جدر 3 جدر 3 ايجا دونك هادي غادي كوبيوها دونك غادي نديفيزيو عادو الكالكول ديالنا قلنا U2 230 multiplié fois I2 en mémoire tâche face à la tâche tâche face à la tâche fois le cos phi 0,08 fois racine de 3 donc t'as نقسموها على بعد على هاد القيمة هادي على نفس القيمة ونزيدو عليها بي زيرو بي زيرو عطاوني فيها 80 نزيدو عليها 80 نزيدو عليها 3 fois RS, donc c'est de l'état, fois RS 0,17, on a pris la fois l'I2, l'I2 qui n'a fait la tâche face à la tâche, donc fois I2 la tâche face à la tâche, moins au carré. Tatni, c'est fort, c'est au tien. Donc, on a un rendez-vous, on dit c'est fort face à la, c'est au tien. Donc, les voix, c'est au tien, flumia. Foutu la dernière question.
Petite D, calculer le rendement énergétique journalier si le transformateur fonctionne 12 heures à vide et 12 heures dans les conditions de laisser en charge. Donc, analytiquement, là, ben, chez le rendement, yani, en termes de puissance, le rendement en termes d'énergie. C'est-à-dire, quand on chauffe 24 heures, le rendement l'énergie fournie par rapport à l'énergie consommée. Voilà, donc, principal le rendement énergétique. Donc, l'énergie, l'énergie, il y a la puissance fois le temps. Donc, Naya, le rendement énergétique, c'est l'ONU état E. Qu'est-ce que l'INA, la puissance utile, l'IA racine de 3 fois U2 fois I2 fois cos phi. Radin Drboha, 12. Alash. حيت قال لك الترانسفورماتور غادي يخدم 12 ساعة افيد و 12 ساعة اون شارج. دونك في ديك 12 ساعة نتاع اون شارج 12 ساعة نتاع اون شارج يعني اش من شارج هاد لا شارج اللي عطاوني هنايا في المعطيات اللي كنا خدامين عليها. دونك هادي الانرجي اللي غادي يفورنيها لو ترانسفورماتور في 24 ساعة. دونك علاش انا ضربت في 12 هنايا؟ حيت 12 ساعه راه افيد. دونك افيد لا بويسونس اوتيل اللي كيفورنيها الترانسفورماتور ايكال ا زيرو. دونك يعني في 24 ساعه هي الانرجي اللي غادي تفورنا في 12 ساعه، حيت قلنا 12 ساعه افيد 12 ساعه اون شارج. دابا 12 ساعه تاع اون شارج ديفيزي علاش؟ ديفيزي سور دابا لا بويسونس توتال او عفوا لينيرجي توتال حيت كنحسبوا الروندومون انرجيتيك. لينيرجي توتال فيها لينيرجي اللي ابسورباها وهو اون شارج بلس لينيرجي اللي ابسورباها وهو افيد. نبداو ديال اون شارج. اون شارج شنو عندي؟ عندي راسين 3 يو 2 اي 2 كوس في زائد بي 0 زائد 3 فوا ار اس اي 2 او كاري. هادي فوا 12. دونك هادي تاع 12 ساعه تاع اون شارج. دونك هادي لا بويسونس اللي غادي ابسوربيها وهو خدام اون شارج في لي كونديسيون ديال لا شارج اللي عطاونا فوا 12 ساعه. هاد 12 ساعه ديال اون شارج. دابا بقات ليا تاع افيد زائد افيد. شنو غادي كونسومي افيد؟ ما غاديش يكون عندي لو كورون اي 2. دونك وبالتالي ماشي يكون عندي دي بير جور. شنو غادي يكون عندي؟ يكون عندي غير لي بير فير. دونك زائد بي 0 فوا 12. لاحظوا معايا. دونك لو روندومون انرجيتيك كتساوي لينيرجي اللي غادي يفورنيها لو ترانسفورماتور في 24 ساعه هي لينيرجي اللي غادي يفورنيها لو ترانسفورماتور في 12 ساعه فاش كيكون اون شارج، حيت في افيد ما كيفورني حتى شي انرجي. دونك هي هذه الانرجي فورني تاع 24 ساعه اللي كتساوي الانرجي اللي غادي يفورنيها في 12 ساعه فاش كيكون اون شارج. دابا على الانرجي توتال اللي غادي ابسوربيها اللي غادي ابسوربيها في 24 ساعه. الوغ عندي 12 ساعه نتاع اون شارج. دونك هي لا بويسونس ابسوربي في اون شارج، نضربوها في 12 ساعه فاش كيكون اون شارج، نزيدوا عليها لا بويسونس اللي غادي ابسوربيها وهو افيد. فلا بويسونس اللي غادي ابسوربي وهو افيد هي لي بيرت فير. دونك ما غاديش يكون عندي هاد لا بويسونس اوتيل وما يكونش عندي لي بيرت جول. دونك زيدوا هاد بي زيرو لي بيرت فير ونضربوها في 12 ساعه ديال افيد. دابا هاد الانرجي هادي اللي راهي سيليكسيوني الانرجي اللي كيابسوربيها الترونسفو وهو افيد، وهاد اللي سيليكسيوني دابا هي الانرجي اللي غادي ابسوربيها لو ترانسفورماتور وهو اون شارج. دونك والطوطال ديالهم الانرجي اللي غادي يابسور بها الترانسفورماتور في 24 ساعه، 12 ساعه فيها الاون شارج و12 ساعه فيها الافيد. وبيان سور بالنسبه لانرجي اللي فورنيها يعني لانرجي اوتيل، دونك هادي غادي ناخذ فيها غير ديال اون شارج حيت افيد ما كيعطي حتى شي، ما كيعطيش لانرجي. دونك نديرو الكالكول ديالنا ديال لو روندومون انرجيتيك ايغال
égal. Donc, U2, U2 230 fois U2 U2 qu'on a pris la fille à 13 face à la nage fois cos phi 0 8 fois racine de 3 et de la puissance on a pris la nage à لاحظوا معايا انا ما حولتش يعني لو يعني كاين اللي غادي يقول لك اودي راه الانرجي راه خصك تحول هاد الساعات تحولها للسكوند باش تلقى بالجول، علاش ما حولتش؟ حيت غادي تختزل فاش ما ضربت في البسط غادي تضرب في المقام، دونك 12 ساعة هنايا عندي 12 وعندي هنايا 12، دونك خليو هكا نبسطوا على راسنا المسائل، دونك هادشي غادي نقسموه على ياش على دونك عاودوا الحساب ديالنا دونك عندنا راسين دو 3 فوا الاي 2 اللي هي 230 فوا الاي 2 اللي هي 13.12 فوا كوس في اللي هو 0 كوس في اللي هو 0.8 نزيدو عليها بي 0 اللي هي شحال عطاوني في بي 0 عطاوني فيها 80 دونك نزيدو عليها 80 نزيدو عليها 3 فوا 3 فوا ار اس اللي هي 0.17 فوا I2 اللي هي 13.12 او كاري فوالا او كاري هادشي خصنا نضربوه في 12 وقبل ما نضربوه في 12 غادي دونك غادي نزيدو له بي 0 دونك لهنا ممكن نعمل ب 12 دونك نزيدو ليه بي 0 بلس بي زيرو اللي هي 80 فوالا دونك هادشي كامل غادي يكون مضروب في 12 ديروا الحساب ونقسموا على 12 ايكال ونقسموا على 12 تعطيني 0.94 فوالا 0.94 عندي 94% دونك هذا لو روندومون انرجيتيك روندومون انرجيتيك كتكون عنده علاقة يعني بلو سيرفيس نتاع لو ترانسفورماتور و لو روندومون العادي كتكون عنده علاقة غير بلا بويسونس دونك هذا عنده علاقة غير بلا بويسونس دونك لو روندومون انرجيتيك هو لو روندومون ريال يعني شحال لو ترانسفورماتور غادي يخدم يعني في ال 24 في ال 24 هور سي بون دونك شحال ما كان لو ترانسفورماتور كيدير له لا ميزون سيرفيس يعني ما كيخليوهاش افي دونك شحال ما كتكون عندك لو روندومون انرجيتيك كيكون طالع فوالا دونك قلنا شي سؤال دونك هذا كان ليكزارسيس 13 الفيديو الجاي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.